لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. مساء النور محمد سعدون الكواري، مساء النور لضيفيك الكريمين، مساء الأنوار لمشاهدي قنوات بي إن سبورتس في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مرحبا بكم مرة أخرى إلى أجواء كرة القدم الإنجليزية، ومن خلال انطلاق مباريات الجولة الثالثة هنا في المولينيو ستاديوم، الملعب الخاص بالذئاب التي تواجه السيتيزن في أرضية ميدانها، ما بين 32 ألف متفرج جاءوا من أجل الانتصار الأول ومن أجل مشاهدة فريقهم يحقق الفوز. لمسة بعد ذلك، محاولة من موتينيو داخل منطقة الجزاء، وولكر وخارج الديار، لكن اليوم الوضعية قد تختلف. كرة بمحاولة عرضية لقطة استضافة حامل اللقب، نجح في تحقيق الانتصار، كرة ومحاولة تصل الآن 51، بينما هنالك القائد كومباني في مباراة اليوم يلعب مباراة حارس مرمى وولفرهامبتون يحمل الفال إلى رقم 11، كرة في منطقة الجزاء رهيب، لكن الكرة الماضية طالت على ستيرلينج، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى عند روي باتريسيو. هذه الكرة وعند رقم سلبي على مستوى الكرة الإنجليزية، بحكم أنه عندما هبط وكان السيتي سببا في هبوطه موسم 2011-2012 هنا في هذا الملعب في الجولة رقم 35، ما إلى محاولة ملعوبة في منطقة الجزاء، لكن البرازيلي إيدر في أكثر من مرة، كرة تصل إلى أغويرو داخل منطقة الجزاء، محاولة مرور، لكن في الجانب المقابل برناردو سيلفا، محاولة لمصلحة السيتيزن، عرضية داخل منطقة، تقدمياتي في اللقطة الماضية، جوتا في منطقة الجزاء خطيرة، لازالت مستمرة، لكن راية وتسلل، راية موجودة وتسلل، هذا إندر كوستا البرتغالي، فرهمتم بالبقاء في بطولة الدوري، كرة بمحاولة ملعوبة وصلت إلى ديفيد سيلفا، جوندو أكثر صانع ألعاب في منافسات الدوري في هذا الموسم، جوندو جان تسديدة تأتي، خطيرة اللقطة الماضية، لكن باتريسيو، روي باتريسيو يتصدى لمحاولة الألماني، هذه الكرة الموسم الماضي يبحث عن أن يسجل في هذا الموسم، كرة عرضية الآن، وولفرهامبتون عرضية داخل منطقة الجزاء، والكرة بعد ذلك فيها إبعاد من القائد وتسديدة تأتي عن طريق المتقدم ريان بنت، يبدو إلى خارج أرضية الملعب، كرة تصل إلى كون أغويرو، لمسة داخل منطقة الجزاء، محاولة ملعوبة إلى اللي يلعب رمية التماس، كرة بعد ذلك تحولت إلى داخل منطقة الجزاء، لمسة إلى إلدر كوب، الأمر الذي يعطينا انطباع بأن الوضعية في هذا اللقاء قادمة. أغويرو كرة في القائم الأيسر، تسديدة يأتي من خلالها الرد سريعا، وعمد كومباني مرتدة سريعة داخل منطقة الجزاء، تسديدة جول جول، لا 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 لا، خيمينيز كرة فيها محاولة أمامية، أبعدت اللقطة الماضية، وصلت إلى رحيم، الله 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 يا الله، رحيم بتسديدة في غاية الروعة، لكن راي باتريسيو يتصدى بريمير ليج، أمامية المحاولة رحيم في منطقة الجزاء، كرة لمصلحة مادية من البرازيلي، عادت من جديد، وصلت إلى ديفيد سيلفا، لقطة وهي كرة لمسة في الجهة اليمنى، برناردو سيلفا يتقدم، يتوغل، يسقط، لكن خارج منطقة الجزاء. حكم المباراة مارتن إتكنسون منذ 8 مواسم يلعب الكرة والمحاولة الماضية، لكن أيضا تغطية يونايتد في ذلك الموسم، كرة بمحاولة في الجهة اليسرى، ميندي الآن، هنا غوندوغان يبحث عن أن يقدم في هذا اللقاء، الفاية تقدم البرتغالي أمامية بشكل مثالي جدا، أغويرو في منطقة الجزاء، رحيم في منطقة الجزاء، محاولة لمصلحة السيتيزن، سقوط في أرضية، المحاولة لا زالت مستمرة مرة أخرى، هذه المرة عن طريق وولكر، عرضية مع المدرب الساري، عنده 2 أسيست، كرة بتسديدة من فرناندينيو، لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب الكرة والمحاولة الماضية عن طريق أرضية الميلينيو ستاديوم، كرة بمحاولة لمصلحة وولفرهامبتون الآن، تسديدة قوية تأتي، لكن طالت تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى غوارديولا ومساعدة من خلال مباراة اليوم، وعندنا أيضا
جون ستونز، عندنا فابيان ديلف للمحاولة لمصاتي، وولفرهامبتون من ركنية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، تسديدة تأتي لكن كرة خيمينيز إلى خارج أرضية الميدان. الفيلم الذي أثار القليل من الجدل، All or Nothing، عندما هذا ما يقوم به بيبي غوارديولا وتحدث عن في التقدم، برناردو يبحث عن مساندة، يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا كان ممكن يجيب العيد في 250. محاولة تصل الآن، لمسة وبعيدة اللقب في الجهة اليسرى، مينتي عرضية داخل منطقة الجزاء، الكون سدد، باتريسيو يتصدى، رايت باتريسيو يتصدى لمصلحة الذئاب، وصلت من كوستا خارج المنطقة الآن، تسديد ديولا يفكر ما الذي يمكن أن يفعله، ما هي التشكيلة التي قد يأتي أحداث شوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعي قنوات بي إن سبورتس في كل مكان، شوط المباراة الأول، يقدم كرة في الجهة اليمنى، تصل إلى برناردو سيلفا في منطقة الجزاء، في الجهة اليمنى برناردو سيلفا يبحث عن التقدم، يسقط في أرضية الميدان، حكم المباراة يعلن على وجود الخطأ، والخطأ على دييغو جوتا بنفس الأسماء أيضا بنسبة قادمة الآن، غوندوغان داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا عوبة داخل منطقة الجزاء، المحاولة أبعدة لا زالت مستمرة، وولكر تسديد الجانب المقابل، زادت ثقة الولفز، محاولة الآن رأسية تأتي لكن كرة كومباني يلعب الكرة الرأسية الماضية داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى أكويرو، المحاولة لا زالت مستمرة، والتسديدة من ستيرلينج لكن عالت العارضة، تحولت إلى خارج أرضية الميدان، حاولت الماضية إلى لابورت أمامية، تأتي الكرة عن طريق المدافع الفر الأول في هذا الموسم، كرة من فرناندينيو، تسديدة من البرازيلي إلى خارج أرضية الميدان، كرة إلى ركلة ركنية في ذلك التوقيت الذي يقول فيه نحن أبطال العالم، أبطال العالم، إيدرسون يتصدى، البرازيل على الركنية الماضية عادت من جديد، عرضية داخل منطقة الجزاء، جول جول جول، مرعت الأولى، الثانية في المرمى، ويلي بولي يسجل ويضع فريق وولفرهامبتون في المقدمة، ينجح هذا الرجل، برافو نونو سانتو، لن تتسبب هذه الكرة بخسارة، يلعب الكرة سيلفا، مشاعر في منطقة الجزاء، رحيم داخل المنطقة الآن، محاولة من أجل التعديل، جابت سيلفا ركل الجزاء، لا حكم المباراة مارتن إتكنسن، ما تحدثنا في كرة الإنجليز، برناردو في منطقة الجزاء في توقيت رائع جدا من أمام برناردو سيلفا، عادت المحاولة من جديد، كيل وولكرو عودة بالكرة إلى ميندي داخل المنطقة، رأسية وإبعاد بمحاولة تأتي بالركلة ركنية داخل منطقة الجزاء، إبعاد للقطة الماضية، برناردو سيلفا إلى من؟ إلى كرة بتسديد، كان بديلا لفيتور بايا، كرة عموا بمحاولة ملعوبة اللقطة الماضية أبعدت، جمياتي يلعبها إلى سيلفا، لا زالت مستمرة، الكرة فيها دخول إلى منطقة الجزاء، المحاولة تأتي لمصلحة دييغو جوتا، عودة بالكرة الماضية، تسديدة قوية جدا، نيفاز سدد لكن التوقيت المناسب من خلال اللقطة الماضية، عادت المحاولة إلى رحيم ستيرلينج، صافرة موجودة وخطأ يأتي على روبن نيفيز، خطأ على خطأ من أجل التعديل داخل المنطقة عرضية، جول لابورتي يسجل التعادل، نعم المدافع الفرنسي في اللقطة الماضية ينقذ السيتيزن على قبل النهاية بعشرين دقيقة، هذه الكرة على التوالي في هذا اللقاء أو في هذا الموسم، كرة تصل إلى من؟ أغويرو يسقط في أرضية الملعب، حكم المباراة جيسوس، المحاولة بأقدام الأرجنتيني، أغويرو على مشار في منطقة الجزاء، أندوغان لمسة في الجهة اليسرى، مينتي عرضية داخل المنطقة رأسية، كرة يتصدى لها دييغو جوتا، جوتا يلعب عرضية داخل منطقة الجزاء، الكرة مرت لازالت مستمرة، والمحاولة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب، يستعد يتأهب، الكرة فيها من عدم تحقيق الانتصار على التنفيذ، ساني يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء.